مرحب بيك استاذ عماد، نورتونا انت والقناه المحترمه بتاعتنا دايما يا رب. شكرا، شرفنا في كل حته يا رب ان انتوا بتفيدوا الشعب المصري وجميع شعوب العالم كمان. زي ما طلبت مني حضرتك ان انا اعمل لك حاجه للشعر وعملت لك الشعر الخشن والمجهد والمجعد الاقرد بمعنى اصح، عملنا له خلطه كويسه جدا جدا خالص وسريعه لكل المتابعين، مكونه من زيت جوز هند، زيت كتان، زيت سمسم، زيت نصحل، زيت خروع، وضيفين عليهم زيت لافندر مع نوعين زيت كويسين جدا خالص داخل الخلطه اللي هو جواها من الارجان. طب الخلطه دي بتستخدم يوميا، تتغسل كل 3 ايام مره واحده يعني مرتين في الاسبوع. ليه اخترنا زيت جوز الهند واخترنا زيت الكتان؟ زيت جوز الهند بيحتوي على ماده المستريك واللونيكسري، بتساعد على تغذيه الفروه وتحسين جذور الشعر. زيت الكتان بيفرد الشعرايه معايا وبيساعد معايا تقويه شعرايه من بعد البصيله مباشر. دخلنا زيت الارجان عشان يدي تقويه وتطويل.